طيب 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 مساء الخير. مساء ال مين حضرتك؟ قيس، قيس ابن الملوح. أفند ولا كلمة، سمير الخلبوص صح؟ ها؟ اطلع من دول العصفورة إلي على شكلك. ها أبو جوه؟ لحظة لحظة المول. أوكي محمود شيل الحاجات دي وتعالى ورايا. قيس ابن الملوح، أنا عمري ما سمعت على حد بالاسم ده. لحسن يكون علي ولحق يجي من مصر الجديدة لغاية الجيزة. هلو هلو، أرجو إني ما كنتش اتأخرت عليكم. علي لولا محمود دخل الحاجات دي، حط الحاجات دي عندك هنا بشويش. أنا مالك، خليهم هنا. بريزة، عايز بريزة سلف، فكاني عشان التاكسي واقف تحت. ليلى بريزة وحياتك أو شلينين. أيوة يا أسطى ما تقلقش، حالا أهو هبعتهم لك مع البواب. ما تكترش في الكلام، قلت لك هتاخده مع جزمه قديمه مغفل صحيح. خلاص شايلوا نبي شويه يا جماعه علشان الموقف حرج. اتفضل. ايه ده؟ لا ده جنيه فك يا ناس، فك يا ناس. 50 قرش تنفع؟ هاتي امر الله، وريني. هاتي هاتي خد. معاك بريزه من الصبح مش طول الصبح يا خلبوس. خد يا محمود، محمود خد البريزه دي ادفع منها البنديره. علي انت جاي منين؟ من مصر الجديده. محمود انت ولد، تعالى تعالى ما تنساش تاخد منه الباقي. يلا 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 وخليك ناصح كده في مخك. اهلا 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 اهلا، اتفضلوا اتفضلوا استريحوا. اهلا 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 اهلا، اتفضلوا. سعيد بمعرفتكم جميعا الحقيقه. محمود محمود انت ولد، انت بواب، تعالى. العشرين بتوعك اديهم لعم احمد بقال، هو عارف. قول له بتوع التليفون. خلاص يلا خليك ناصح كده يا ولد. اهلا 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 اهلا، اتفضلوا اتفضلوا استريحوا اتفضلوا. اهلا اهلا. الحقيقه اول ما ليلى قالت لي محمود محمود انت يا بواب ولد، تعالى قبل عشان انسى وانا نازل ولا حاجه. خد خلي الجنيه ده علشانك. خلاص امسك امسك ولد، انت خد على طول وفتح مخك معايا. اهلا اهلا اهلا، اتفضلوا اتفضلوا استريحوا. اهلا اهلا. والله الواحد ما عارف فلوسه بتروح فين. الخمسة جنيه تو ما تفكت هوب طارت. يلا اتفضلوا اتفضلوا استريحوا. اهلا 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 اهلا. ما تاخذناش يا ابنك من الشقه. لا 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 دونت وري، تيك ات ايزي، فيري فيري ايزي. ما خلاص ايه يا لولا مش تعرفيني ولا ايه؟ محمود محمود لا مؤاخذة يا جماعة، محمود انت يا ولد انت يا بواب. لا البريدة ده حاطط فلوس في جيبه. ايه بلاش فضايح، انا هبقى اديها لك تاني. دي الحوسة، هو ماله دخل زي القبر مستعجل كده ليه؟ الجنيه ملزوم منك. وانا اعمل ايه بس يا فكرية؟ طيب اتكوا معايا الوضع بالشقة بسرعة. يلا يلا محمود انت بواب، انت هنا اطلع لي فوق هنا. محمود تعالى هات الجنيه. ليه يا بيه؟ بقولك هات الجنيه يعني تجيب الجنيه. اوعى امسك دي 50 قرش يا بيه. خلاص خلاص دي حاجه كده ماشي. يلا يلا بلد بلد. مساء الخير. مساء النور يا فندم. الا مؤاخذة ايوه محمود تعالى وريني. ليه يا بيه؟ قلقيش مع جنابك 50 قرش فكة. حاضر. ربعين ربعين. حاضر يا بيه. الله يخليك يا فندم. اتفضل. ماشي يا فندم ماشي جدا. شكرا. بقول ايه؟ بقول ايه؟ نعم. لو ربع شلينات يبقى كتر خيرك. حاضر. الله يخليك. اشوف لك. الله يخليك يا فندم. اتفضل عد دول هتلاقيهم 25. جزاك الله كل خير يا فندم. متشكرين. اشوفك في ست التاني ان شاء الله. ان شاء الله. مع الف سلامة يا فندم. مع الف سلامة. محمود انت الشيلين ده علشانك. شكرا ما تخلي. طب ميرسي يا محمود. شكرا. جزاك الله كل خير. شكرا. كل دي هدايا عشاننا. يا ترى جايبينها ايه؟ شايفه؟ شايفه يا ماما؟
عشان تعرفوا. يا ساتر، وانتوا اللي هتموتوا على فلوسكم. ما تاخذنيش يا جماعه، سوري اتاخرت عليكم. انتوا لسه واقفين لغايه دلوقتي؟ طب ايه ده؟ سوري يا جماعه، ما تزعلوش مني. معلش، فيها البنات. لا، كل واحد مكانه، ما حدش يتحرك. معلش، مش هتروح. هتروح فين؟ هي 100% اتنطرت هنا ولا هنا؟ شوفوا يا جماعه، والله الواحد اتلخبط. سوري، كتير جدا. دخل الحاجات دي جوه يا سمير. حاضر. ولد، انت نيلة، سنة. ايه ده؟ ايه الحكاية؟ ايه؟ لا معلش، غريبة بتحصل لي دايما. كل ما ازور حد يفتكر الحاجات اللي انا شايلها دي هدايا علشان تبقى مسألة محرجة ساعتها. لا لا، ايدك معايا الله يخليكي. لا ليلى، لولا عنك يا حبيبتي. لا ما تشيليش انت، هاتي. لا معلش، لا دي لا، امسكي انت دول. امسكي دول. ايوه سمعتي، ما توقفنيش كده، انت لابخني، ما توقفنيش كده. سمعتي يا ست؟ تفضل تفضل استريح. تفضل تفضل تفضل. اهلا 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 اهلا. تفضل تفضل تفضل. لا علبه، لا في علبه. ايه يا اخي، انت قلقني من الصبح، انت موطر لي مخي. العلبه تحطها مكانها هنا اهو، دي مكانها هنا اهو، دي عشانكم. انت لازم تشيل زيهم مؤقت. ايه يا جماعه، انتوا هتفضلوا شايلين، انتوا قاعدين معايا ولا ايه؟ لا لا عنك يا ليلى، عنك. طب هاتي انت ست، انت ست، هاتي انت الحاجات دي. هاتي هاتي وريني. هاتي تعالي يا ليلى النبي. طب حطهم على جنب بس، بس قدام عيني. انت لابخني بدون لازمه، انت عامل لي ازعاج فعلا. معلش خلاص خلاص يا ليلى، خلي الحاجات رفيعه على الوش عشان ما تضيعش. خلاص. لا دي كبيره، ما قدام عينينا، باينه باينه. معلش. اهلا 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 اهلا. اتفضل اتفضل. تعالى يا ابني كده بعيد عن حاجة، تعالى كده بابا. أهلا أهلا أهلا. ماما، أقدم لك الأستاذ علي بي مظهر يا فندم، مدير بشركة التأمينات العسكرية، ماجستير تجارة، عضو مجلس إدارة. ماما يا علي. لا حقيقي ماما. لا حقيقي، مش معقول، مستحيل، امبوسيبل، ممكن. بلاش الهزار البايخ ده يا جماعة، مستحيل. بشرفي أنا افتكرتها أختك الزغنتوسة. مدام تسمحي لي، كان نفسي أقابلك من زمان عشان أعبر لك عن عميق شكري وامتناني. العفو، على إيه يا ابني؟ على إنك خلفتي مخلوقة مدهشة زي الأنسة ليلى. علي، الله. بنت، عيب، بلاش الحركات دي قدام ماما، عيب كده، خلاص. وطبعاً ما ننساش فضل عمي برضو. ألا هو فين؟ عمي قاسم، عمي قاسم، قاسم بيه. علي علي، عمي قاسم. استنى بس، تعالى 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 تعالى. هو فين؟ جاي حالا. اختي فكريه. لا خليه فكريه البكريه، صح مدام؟ صدقيني لو كنت شفتك قبل ما شفت اختك ليلى ما كنتش عبرتها ولا بصيت لها بالمره. الحمد لله جت سليمة. في الواقع يا تفيدة هانم، انتاجك كله مدهش. مش عرفي، لو كان لي اخ كنت جوز. سوري يا استاذ، استاذ استنى، ما تقولش ما تقولش. ليلى ايلالي على اسمك، مش برضو الاستاذ؟ الاستاذ انا فاكرك فاكرك، الاستاذ فاكر، استاذ فاكر. لا مش فاكر، لا ناكر، ناكر الجميل. استنى ما تقولش ما تقولش، انا عارف انا عارف. يبقى الاستاذ لا، يبقى ذاكر ذاكر تنجح. لا التانية حاجة تانية. لا استنى، أنا فاكرك فاكرك، يبقى الأستاذ ساخر. هي ساخر، هي ساخر، أستاذ ساخر. أهلا وسهلا فيك أستاذ ساخر. لا ساخر إيه، في حد برضه اسمه ساخر. ما حدش يقول لي، ما حدش يقول لي. أنا فاكره، أنا عرفتكم كلكم، أنا مش هعرفه، هعرفه. أنا معاك أنا معاك. الأستاذ فاخر فاخر فاخر. لا هلا فاخر. لا يا أخي لا، دي حاجة تانية. لا حيرتني معاك، حيرتني معاك. يبقى استنى استنى، ما تقولش ما تقولش. يبقى الأستاذ، هي
آئر مدائر فيها آئر استنى استنى ما تلخبطنيش فيها حاجة مدائر منائر حاجة كده يبقى باكر بعد باكر ما تلخبطنيش وانا بقول باكر بعد باكر شاكر هذه الليلة هذا تبقى تبقى شاكر برافو عليك برافو شاكر برافو عليك لسه حافظ اسمه لغاية دلوقتي برافو ذاكرتك قوية أنا كمان شاكر شاكر فضلك خلبوص صغير ده أنا عرفته أول ما فتح لي الحقيقة أول ما فتح لي عرفت شكله على طول لأن ليلى كان مدياني فكرة عنه إنه سويت خالص ابنكم ظريف يا طنط حقيقي إيه ده؟ إيه ده ولد ده؟ أه؟ عامل لي شعرك خنافس كده منزله على النيك يعمل لك حول وصديد في الجيوب الأنفية كده طيب واحد كده ألف شعرك فوق ارفع فوق تبقى دايما في جيبك مشت كده عشان ما حدش ضيوف يقولك ولا حاجه تبقى انت ولد خنفس وحش خلاص خلاص هنا اهلا 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 اتفضلوا مشت طنط طب خلاص اتفضلوا سريعا اتفضلوا اهلا 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 لولا ثلاث فناجيل قهوة وصبهم لي في كوباية ايه؟ ما انتوا هتعزموني هتعزموني تشربها ايه؟ سادة بس سكر كتير في قرقيش لو قرقشتين يبقى كتر خيرك سندوتش حلاوة وقتاية لو في ولا بلاش خلاص بقول ايه ثانية لولا ثانية انا هشرب لوحدي ولا ايه يا جماعه الله مدام فكريه خدي حاجه لا بالشرف متشكره ده حاجه على ماشي يعني مش متشكره اوكي طب تفيده ايه انا ما عملتش تكليف تعملوا انتوا ده بيتكم يا اخوانا خليهم اتنين قهوه يا ليلى حاضر يبقى اربعه ما تقعدش كده اسحبوا على الصالون طيب ما تتفضل يا استاذ علي في اوضتك لا 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 دنتوري انا اصلي مضطر استاذن كمان 10 دقائق ثم انا مرتاح جدا هنا شقتكم ظريفه خالص فيري 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 نايس لا مش مجاملة يا طن حقيقي الانتريه ده شيك قوي قوي اوعى يا ولد كده لا فعلا شيك انما ليه حاطين عليه بيضات السوسة طلعت وقيت اكلته قدر طبعا كتر خيره ده من ايام جوازك يا طن تلاقيه من ايام جوازك عروبة عروبة انت يا عمي لا فعلا وعفش متين فعلا متين حاكم انا افهم في العفش كويس قوي شوفي فعلا من رنة الخشب نفسيها حاكم. ايه ده حتى الترك ترك فيش خالص طب ليه حاطينه ده يترمي برا خالص فعلا ممتاز هو جاي يخطب البنت ولا يأجر الشقة مفروشة ها ما قلتليش يا طنط الشقة دي ايجارها قد ايه؟ 7 جنيه يا ضناي انما حضرتك ما قلتلناش انت ساكن فين بقى بالظبط؟ نعم؟ لا الحقيقة انا الاوتيلات بتريحني عازب بقى اوقات في شيراتون اوقات في هيلتون مش مستقر الحقيقة طب ما تتفضل يا استاذ علي تستقر في اوضة ال اوكي اوكي as you like قوي قوي ولو اني مضطر استاذن كمان تلت ساعه
اهلا اهلا اهلا. الحقيني يا دفيده. عندك حق، مشكله انقطاع المياه في الادوار العليا بيعاني منها معظم سكان القاهره وضواحيها. المرافق كلها اصبحت اليوم في حاله يرسى لها وتحتاج الى اصلاحات جذريه، ابتداء من مرفق المياه الى البريد الى المواصلات الخ الخ الخ، ولا توجد اي بارقه امل. اللهم مع بدايه تنفيذ الخطط الموضوعه للقاهره عام 2000، ومن المعروف انه ايه ده؟ انت فاتحه التلفزيون يا تفيده؟ لا يا قاسم، ده اصل اصل ايه؟ ده انا يونكل. مساء الخير. انت مين؟ مساء الخير. الرحمن الرحيم. مين؟ انا يا فندم قيس ابن الملوح. ده حضرته الاستاذ علي مظهر يا بابا. وقيس برضو باعتباري جاي اخطف منكم بنتكم ليلى العامرية. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. روبيا فكرية، حاضر. ما تاخذنيش اصل المية في الحنفية. أيوة. اكمني يعني اللي تحتينا. ايوه ايوه ايوه، ست ثانية سايبة المية ترخ ترخ من الحنفية. ايه ده؟ اهلا وسهلا. اتفضل. انا سعيد برؤيتك يا فندم. احنا اسعد يا ابني. اتفضل يا ابني اتفضل يا ابني في الصالة. لا علي، ما فيش داعي للرسميات ديت. الحقيقة ليلى بتحكي لي عن كل اسراركم وفضايحكم. مدام فكريه البكريه اللي دايما تسلف هدوم ليلى وما ترجعهاش. ايه؟ الاستاذ شاكر فضله اللي دايما بينام في الحصه والاولاد يعلقوا له ديل من ورا. تيتا طنط تفيده اللي ماسكه في سيره الناس وما تبطلش نقى ابدا ولا رغي. حضرتك يا عمي لما تخش الحمام وتاخدوا الجرايد معاك ويخبطوا عليك بالساعات ما ترضاش. بقول الكلام في الصالون احسن. لا لا لا، او اوكي اجي لايك تحت امرك. اتفضل يا ابني. ولو اني ايوه يا اخي، لو اني مضطر استاذن كمان نص ساعه. اتفضل يا ابني. لا مش ممكن سيادتك الاول. لا والله اتفضل يا ابني. لا اتفضل يا عمي. بس اتفضل. مش ممكن على الاقل بحكم السن يا راجل. الله يرضى. طب متشكر. خليك وراه لحد ما تاخد منه الجنيه. حاضر. شاكر فضله. اتفضل. مش معقول يا فندم، سيادتك الاول. عيب، هو انا ضيف؟ يلا ولد يلا. متشكر. يلا. عيب. شوفي كنت هانس يا طنط. تسمحي لي يا مدام تفيده تقبلي مني دي؟ وكلفت خاطرك ليه يا ابني؟ لا دي حاجة بسيطة، من أكبر محلات حلويات في القاهرة. بالفستق بعشرة جنيه وتسعة وتسعين قرش. التيكت عليها. معايا الفاتورة مختومة. كتر خيرك يا ابني. أبدا. على إيه؟ لين افتحي ودوقي. افتحي ودوقي. لذيذة خالص. بالفستق. أصل ما لقيتش مارون جلاسيه هي. دوي شوكولاته فيها فستق جوا. اتكي عليها بسنانك. اتكي. دوي حلوه؟ حلوه قوي يا ابني. ودي تيجي ايه جنب حلاوتك وطعمتك ورقتك؟ يلا يخليك. انت فين يا استاذ علي؟ سوري، الحقيقه الكلام مع تفيده هاني مخدني. لو قعدت ترغي اربع ساعات الواحد برضو يتشد لها ويسمع لها. هنزلك يا مدام. اتفضل يا عمي. اتفضل يا ابني. مش ممكن سيادتك الاول. اتفضل يا ابني. بشرفي ما تيجي سيادتك الاول. اتفضل يا شاكر. مش معقول يا عمي حضرتك. اتفضل يا سيدي، انا مش ناقص. ليلى ليلى. ها. كل ده بتعملي في القهوه؟ يا خبر. لا لا اهي خلاص. قولي لي يا فكريه. نعم. ايه رايك؟ يعني ماله؟ عامل زي جوكر الكوتشين. انت كده ما يعجبكش العجب. اهلا 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 وسهلا. اهلا اهلا. منورين. الله يخليك. سهلا. أنستونا. الله ينسك. أنا
سيجارة يا عمي؟ ده واجب علينا. لا معلش، أصلي ما بشربش غير أجنبي. سوري، ما تاخد لك واحدة من دي. متشكر، أقوم أجيب علبتي. لا والله، والله ما أنت كاشف إيدي. متشكر. ليه يا عمي كده تعمل تكليف؟ أنا نسينا يا شاكر فضلك. نسينا. لا معلش، معايا ولاتي اوتوماتيك عيار داب 24. معلش معلش. ايه يا اخي تحرق نفسك؟ دي تلسعك تعمل لك واوا في صباعك، تشيط خلص مننا ما نلاقيكش. اهلا وسهلا. سيجاره شكر؟ معلش عفيني، ما بدخنش كتير. ما انت قاعد باصص لها من الصبح وعينك عليها ما اتشالتش. خلاص خد لك واحده مد ايدك. انت كمان هتكسفني على كيفك. عمي. نعم. ما تخلينيش اعزم عليك. والله ابني هو في ال... خلاص اهي موجوده، ولما حد يجي له مزاجه يبقى ياخد. ايوه يا استاذ علي، خير؟ لا خير، كل خير. ليلى قالت لي ان حضرتك بتشتغل موظف. ايوه. برافو برافو والله. درجه ثالثه افتكر. لا والله لسه في الرابعه. ياه، رابعه؟ مش معقول. هو مرتب حضرتك كام؟ 42 جنيه و17 قرش. قليل خالص، قليل خالص. مالكش ايراد خارجي؟ عايشين ازاي يا راجل؟ دول ما يجيبوش حق الدخان. طب خد لك سيجاره يا عم. شكر. سيجاره يا شاكر فضلك. بعد كده بقى كل واحد يجيب علبته معاه، لان دي لفتين في القعده وتخلص. ايوه عمي، ما قلتليش. اتفضل. هي مدة خدمتك مش كبيرة ولا ايه؟ ابدا، ده انا بشتغل من سنة 47. ياه، 47؟ على كده حضرتك من ايه يا شاكر؟ قلقني ليه؟ عايز تولع سيجارة قول لي يا اخي وخلصني، نتكلم في كلام مهم. على كده حضرتك من مواليد 22. ياه 22. من ايام ما كانت الخمس بيضات بمليم. دي كانت ايام، بس هترجع مليم. انت اللي خدت الخير كله يا عم. بس ازاي ساكت على وضعك انت يا راجل كده؟ لا انت تستحق الثالثه فعلا. لازم اكلم لك محسن بيه او الوزير شخصيا. الله يخليك، نرجع لموضوعنا. ها خير يا استاذ علي؟ لا خير، كل خير. طبعا انت نازل دروس خصوصيه ومحاوش قد كده على قلبك. القهوه يا خبر، انت اللي جايبه القهوه بنفسك يا طنط. امال فين العروسه؟ خليها جوه دلوقتي عشان نتكلم براحتنا. عن اذنكم. ها خير يا استاذ علي؟ ايوه فكريه خير. خدت منه الجنيه؟ ما جاتش مناسبه. انا عارفاك لخمه. وانا اعمل ايه بس يا فكريه؟ ما تعملش، تعالى ورايا. ايوه يا استاذ علي خير. كل خير ان شاء الله. تفتكري يا طنط لما كنت قد ليلى كنت دقه قديمه؟ ولا تلاقيكي مشيتي مع عمي قبل الجواز؟ قولي الحق، قولي الحق. باين عليكم تلاقي عمي كان دبور كبير، ولا ايه يا شاكر فضل؟ سوري سوري، انا وحش خالص، اسف اسف سوري. القهوه دي طعمها غريب. لا بالعكس، ما دام ليلى اللي عاملاها تبقى اكيد ممتازه. مالها؟ هي بس محوجه حبتين. طب اشرب فنجاني بالمره. لا معلش، انا اصلي مضطر استاذن كمان نص ساعه. ادي ميعاد. وليه؟ ما لسه بدري. خليكوا نبعت البواب يجيب لك تاكسي. شاكر معاك فكه؟ انا كنت مديك جنيه.
لا ما تتعبوش نفسيكم، اصلي فعلا مضطر استاذن كمان نص ساعة. انا وحش خالص فعلا. فيري فيري بسيطة بسيطة، اجيب فوطة. لا 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 خليك مستريح، دي غلطتي انا مش عارفي، انا لازم اصلحها. عن اذنكم ثانية واحدة. علي في المطبخ بتاعكم يا ليلى. ليه في ايه؟ لحظة واحدة. انت يا ست ليلى ايه شايفه إيه؟ عمايل خطيبك المحترم، اديني حاجه البسها. طب تعالي بس، بس ما تزهقيش منه. استاذ علي هو راح فين؟ عليه العوض ومنه العوض. سوري يا طنط، بشد الفوطة راح طبق مكسور. اخ فداك يا ابني. امال فين مدام فكرية البكرية؟ انا جبت لها الفوطة، راحت فين؟ خليها جوه دلوقتي، اتفضل استريح. لا لازم اصلح غلطتي بنفسي. هي راحت فين؟ صحيح. صحيح. يا علي يا استاذ علي. استاذ علي ايه ده يا استاذ علي؟ سوري، مش تقولوا يا جماعه انها بتغير هدومها جوه؟ ما تاخدش على خاطرك مني يا شاكر فضلو. استاذن انا بقى يا جماعه علشان عندي ميعاد مع سياده الوزير ومدير البنك. سيادتك عارف ياسين بيه بقى شغل الوزراء بيضايقوا ياسين لما اتاخر عليهم. ايوه بس احنا لسه ما اتكلمناش. لا خلاص انا وعدتك من بكره الصبح ان شاء الله اكلم لك محسن بيه او الوزير، ان شاء الله موضوعك هيخلص باذن الله. اطمنوا يعني. مش قصدي. لا خلاص خلاص هكلم لك محسن بيه خلاص او الوزير، موضوعك ان شاء الله هيتحل، كل حاجه هتبقى تمام. انا سعيد برؤيتكم جميعا. مساء الخير يا فندم. فرصه سعيده، وانا سعيد جدا برؤيتكم كلكم.